ربنا وفقنا باذن الله تعالى. لكن على السريع هقول لك منشطات الجرايد في مصر ايه علشان نحط الجماهير في الصوره من المتابعه الصحفيه. الاخبار قالت السونار المحمول ينقذ الاهلي في الدوحه. احنا قلنا كده ان دكتور جاب معاه السونار المحمول واشادنا بهذا فاحتاجه. وده اللي انقذ اصابه حسين الشحات، لانه انت معنى لو خرجت يعني لو اي لاعب اصيب ويحتاج يطلع يعمل اشعه هيتحجز كمان 3 ايام عشان يدخل تاني. فعشان كده كان اصطحاب الجهاز الطبي سونار معاه، الحقيقه خفف من المساله كتير. طيب الاهرام قالت الخطيب للاعبي الاهلي تذكروا برونزيه جيل 2006 والعبوا لاسم ناديكم واسعاد جماهيركم. طبعا وهو كابتن الخطيب يعني قال لهم هذا الكلام كهدف. ايوه لكن كان مشدد جدا انه ما يحصلش ضغوط عليهم. يعني مش معنى كده انك انت لو عملت اللي عليك هتبقى مقصر لما خدتش النتيجه دي وربما تتجاوزها. لكن المهم اعمل اللي عليك. بس هو الكلمه دي معناها ايه؟ لا تقدروا اعمل أيوة. اللي عليك عشان غيرك قدر. غيرك قدر فليه انتوا ما تقدروش؟ أيوة. مش عشان انتوا يعني لن تحاسبوا على هذا يعني. بالظبط. الاهرام كمان نقل عن صبري لموشي المدير الفني للدحيل، قال الدحيل ليس في قوه الاهلي وسنرى مستوانا امامه. شغل مدربين بقى بي عثمان يقول له لا يا عم انت جامد قوي، يقول له انا جامد ايه خدنا جنبك. الشغل بقى بس مبروم على مبروم بقى لانه موسيماني استاذ في العمليه. شوف هي اهم حاجه ان المعنى من كده ايه؟ الرساله اللي عايز يوصلها لعيبته او موسيماني عايز يوصلها لعيبته احترم المنافس. ايوه واحترام المنافس لا ياتي الا بالالتزام التكتيكي المشدد. ده اللي كمان نقله اليوم السابع، لانه قال عن موسيماني يحذر مدافعي الاهلي من ثلاثي الدحيل، وهنقول لكم بعد شويه ايه ثلاثي الدحيل ده وقصته عامله ازاي. حسم الجدل قبل ارسال القائمه النهائيه غدا. القائمه النهائيه اتبعتت بالفعل، لكن زي ما بقول لكم الفيفا وحسب نظام البطوله في ظل الظرف الحالي بتاع الجائحه بيسمح لك قبل اي مباراه ب 24 ساعه تقدر تبدل وتضيف. جريده الوطن الاهلي يستبعد سليمان ووحيد من قائمه المونديال، والشحات وهاني يعودان للتدريبات. وليد طبعا لسه ما جهزش شويه يعني بيأدي برنامج تاهيلي جاد جدا، لكن وليد دوره بره الملعب كبير قوي. لا مهم جدا تواجده طبعا، وهو وارد يعني انت لما جبته كان وارد في اي لحظه يستعان بيه، لكن هو طبعا الاصابه اللعينه يعني انت شفت حجم تقدير موسيماني له وتقدير دوره الفني. أيوة. كان منبهر يعني اكتر واحد زعلان مؤكد ان وليد يعني أصيب. قد لا يتاح له المشاركه هو موسيماني، لانه أيوة. شاف انه في خلال دقائق بيلعبها بيغير النتائج وربما تحتاج هذه اللحظات. فكان حريص جدا انه يكون موجود معاه لعل وعسى يعني ان، لكن في كل الاحوال السكواد بقى بتاع النادي الاهلي زاخر بالبدائل والعناصر. الحقيقه انا مش شايف احتياطي اساسي في الاهلي يعني. انا شايف عناصر كلها تستطيع ان تؤدي على اعلى مستوى، وخصوصا النفس الهادي اللي بقى في البعثه. ما انتش حاسس بتوترات. صحيح. مش حاسس بمشاكل لعيبه. مش حاسس النفسنة. مش حاسس ان واحد ضارب بوز، ودي حاجه مهمه جدا. الطاقه السلبيه التي تصدر من البعض. اللعيبه كلها فعلا ملمومه، والشناوي مبسوطين من بعض. الشناوي انا شايف نموذج لكابتن الاهلي بجد، مبسوطين مع بعض. اللعيبه بيحبوا بعض، الكابتن كمان، وبيتمنوا الخير لبعض، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. طيب المصري اليوم قالوا الاهلي يعلن التحدي قبل مواجهه الدحيل، والفيفا بيكشف قائمه المارد الاحمر المونديالية. هاني جاهز لضربه البدايه، واختيار اختبار طبي للشحات لتحديد موقفه. الحمد لله الشحات بشكل كويس وشارك في التدريب بشكل طبيعي جدا. الجمهوريه قالت الاهلي جاهز للدحيل، والشروق قالت نفاذ تذاكر مباراه الاهلي والدحيل في مونديال الانديه. مرجان بيقول زيارة نجوم الأهلي القدامى لمقر إقامة الفريق مستحيلة. مش بس النجوم، أي حد. ده أي حد. ده ساعة السفير نفسه. ساعة السفير نفسه مش يعني متاح له. يعني هو بالمناسبة يا رب ننجح في المداخلة معاه إن شاء الله. طيب ده كان أبرز المنشطات واهتمام الصحافة المصرية بهذه الاستعدادات لضربة البداية. هنطلع لفاصل.